الآن يا رجال أيوب عليه السلام أما فقد صحته وعافيته؟ بلى. ومكث سنين وهو يتألم ويتوجع؟ أما فقد أبناءه كلهم؟ أما مات أولاده وبناته وهو ينظر إلى تلك الأنفاس الطائرة تخرج نفسا بعد نفس، ثم أنه في صبر وكفاح عليه السلام فقد جاهه وملكه وماله وقصوره ودوره، فقد كل شيء في هذه الدنيا، إلا أنه كان صابرا على البلاء، وأثر عنه أنه كان يقول يعني استحيت من ربي، فقد عشت في الصحة والعافية سنين، والبلاء الذي ابتليت به لم يعني يكون في الميزان كميزان الصحة والعافية التي 18 سنة تقريبا. نعم قرابة 18 سنة. ثم أنه بعد ذلك يقول الله عز وجل وانظر الله الذي يقول وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ترى ما دعا الله بأن يشفيه، قالوا أنت أرحم الراحمين. الله جل وعلا رحيم بعباده، لطيف سبحانه وتعالى بخلقه. الله عز وجل قال فاستجبنا له، لأن الله يعلم ما في الضمائر ويعلم ما في السرائر، ويعلم أن نبيه أيوب كان صادقا في البلاء الذي ابتلي به. ترى الآن لو قال الملك سلمان الله يجعله في الجنة ويجعل عمره طويل، لو قال والله أبو دانة ونعم الله يا أبو دانة ذاك الليل ما ترك، أي والله، وهي وسام شرف تأخذه من ملك من ملوك الدنيا، فكيف الله عز وجل يقول عن أيوب نعم العبد إنه أواب. الله كان هذا العبد أوابا لله تبارك وتعالى، رجاعا له سبحانه وتعالى. ثم أن الله عز وجل يقول فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. الأولاد قيل عددهم 14 والبنات الذين فقدهم أعطي أضعاف، فأعطي الضعف ومثلهم معهم يعني 28 ولد. وأعاد الله زوجته حسناء جميلة، وأقر الله عز وجل بعودتها ورجعتها. هكذا الله سبحانه وتعالى يبتلي بالمصائب ليطهر من المعائب. يريد الله عز وجل أن يرى عبده هل يعرفه في رخائه كما يعرفه في شدته. ولذلك أيضا ذا النون عليه السلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فما أجمل أن نتعرف على الله في الرخاء، مثل ما ذكر أبو دانا أخوي عبد الرحمن، تعرف على الله في الرخاء يعرفك متى في الشدة يعرفك في الشدة سبحانه.